بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم في بداية اللقاء الرابع من لقاءات مادة اللغة الإنجليزية نجل 140. أوكي، we stopped few minutes ago، توقفنا قبل دقائق معدودة، وقلنا page 10 ما لا داعي، فانتقلنا الآن إلى the book page 11. Book page 11. But first, is the sound clear? نتأكد فقط من الصوت كالمعتاد. Is the sound clear? Could you please answer yes or no? Is my sound clear? Okay, it's clear. That's good. طيب. الآن book page 11 هذه فقرة مهمة. أبغاك تنتبهوا لها. أبغاك تنتبهوا لها. اللي هو الفرق بين كلمة provide و make. الفرق بين كلمة provide وmake اللي أنا أشرت لها قبل شوي. الآن on the top of the page في أعلى الصفحة، في أعلى الصفحة مكتوب عندك شوف number one and two، في أعلى الصفحة one and two provide and manufacture. قلنا provide اللي هو يزود، يزود دائما مرتبطة بالخدمات. أما كلمة manufactures اللي هو يصنع، manufactures زي كلمة make، زي كلمة make. اوكي طيب، بنحل الجدول اللي امامكم الان، بنحل الجدول اللي امامكم. ما يهمنا في الجدول هو العمود الثالث اللي هو العمود اللي على اليمين، يعني اسم الشركة company وبعدها country البلد. يعني ما يهم انك تعرف الشركة الفلانية وينها، من في اي دولة، ما يهم. انا يهمني فقط العمود الأخير على اليمين 1 2 3 4 and 5. راح نحل هذا مع بعض. يعني قبل كل كلمة في فراغ، أبغى نضع في الفراغ هذا إما provides or manufactures. إذا كنت تعتقد أن الإجابة الصحيحة هي provides، اكتب حرف P فقط، الحرف الأول، الحرف الأول عشان أسرع لكم في الكتابة. إذا كنت ترى أنها ليست خدمة وإنما منتج، فتختار تكتب حرف M manufactures، يصنع أو يصنع. طيب بفسح لكم الشاتنج للإجابة. طيب number one telecom services، telecom services P provides، yes it is provide، نعم يزود خدمات اتصالات. إذا خدمات الاتصالات هذه خدمة وليست منتج. طيب good. number two banking services، number two banking services also provides، أيضا provides يزود خدمة خدمات بنكية. طيب three office electronics M manufacturers، very good، نعم اللي هو الكترونيات مكتبية، هذه عبارة عن منتجات، إذا نقول يصنع منتجات. Four food products، food products it's M yes correct، أيضا يصنع، يصنع. Finally five cars، cars also M، also M very good، very good correct. طيب اللي تحتها ثلاثة وأربعة محذوفة، ننتقل إلى أسفل الصفحة. عندك part listening، عندك part listening number one. في عندك كلمات head company engineer office Singapore international، هذه الكلمات نريد أن نضعها في الفراغات اللي أمامكم في القطعة القصيرة هذه. أوكي نبي نحل مع بعض الآن، نشوف وش، هل تعرفون الحل ولا لا. طيب خلوني أقرأ، وإذا وصلت الكلمة أعطوني وش الكلمة الصحيحة. My name's Yong Min Lee and I'm from Korea. I am an، an لاحظ لما تقول an معناها لازم يبدأ بحرف متحرك. What is the correct answer؟ حرف إلا. من يستطيع أن يجيب؟ an engineer، I am an engineer correct. إذن أول
فراغ اكتب فيه كلمة engineer. Very good. I am an engineer. I work for Foster Wheeler. أعمل لشركة Foster Wheeler in فراغ. في وين؟ إن يأتي بعد عادة مكان. إن. What is the correct answer? Singapore. In Singapore. Okay. إذن إن. في سنغافورة. Singapore يعني سنغافورة. Correct. Next year, العام القادم, I'm going to work in the UK فراغ office. أبى أشتغل في مكتب head office. نعم, head office, الفرع, مكتب الرئيسي في UK, لو في بريطانيا. Foster Wheeler is an engineering and construction and what? An, لاحظ, an يعني حرف. An what? International, correct? An international. An international engineering and construction, what? Company, نعم, شركة. Company. With فراغ all over the world, ما بقي عند الكلمة واحدة. With offices, لها مكاتب. ليس with offices, لها مكاتب في كل أنحاء العالم. Okay, very good. طيب, next is conversation page 110-203. المحادثة اللي بعدها, محادثة 203. خلونا نقرأ المحادثة, وهي أيضا محادثة قصيرة. خلونا نقرأ المحادثة مع بعض. 203, محادثة 203. Okay, هي A, B, C, A, B, و C, و D, بعدين أيضا مرة ثانية A. طيب, good morning everyone, يعني صباح الخير جميعا, and thank you for coming, وشكرا لحضوركم. Before we begin, قبل أن نبدأ, I'd like you all to introduce yourselves. أبغاكم تقدمون أنفسكم. I would like you to introduce yourselves. أريدكم أن تقدموا أنفسكم. Introduce yourselves. Please. Will you start, Mark? يقول ابدأ أنت يا مارك. الآن نشوف مارك وش يقول. وهذا النقاط يعني مهمة لكم, كيف تقدم نفسك للآخرين. Yes, of course. نعم. My name is Mark Nakamura. أنا اسمي Mark Nakamura. I work in the Information Technology Department. Information Technology اللي هي دائما يرمز لها اختصارا بIT. IT. Information Technology. تقنية المعلومات. Department, وهي قد مرت علينا قبل كذا, قسم. إذن أعمل في قسم تقنية المعلومات. I manage the company website. مرت علينا كلمة manage, مرت علينا manager. I manage, أنا أدير. I manage the company website, اللي هو الموقع الإلكتروني. أنا أدير الموقع الإلكتروني للشركة. I manage the company website. Okay. طيب, بيجي الشخص الثاني الآن يقول I am Grace Wu. I'm Grace Wu. I work in the customer service department. مهم جدا الأقسام هذه في كل قطاع الشركات موجودة. أنا أعمل في قسم customer service. شو معنى customer service؟ قسم خدمة العملاء. أنا أعمل في قسم خدمة العملاء. راح نتكلم بعدين كل قسم من اللي يعمل فيه وما هو دوره. I help with
مرت علينا من ضمن الكلمات الجديدة اليوم. I help with أساعد في customer problems، أساعد في مشاكل العملاء، يعني أساعد في حل مشاكل العملاء. اللي بعده قال Ken Lee I am in sales، أنا في المبيعات. Sales من كلمات اللي مرت علينا. And my job is to check. Check هي أول كلمة من الكلمات الجديدة اليوم. I check customer orders، وتفحص طلبات العملاء. أوكي، أفحص، أشيك، حتى أننا نستخدمها في اللغة الدارجة، نقول بروح أشيك. شيك مأخذ من check، يعني هي استخدام تحوير في اللغة العربية باستخدام نطق إنجليزي. اللي بعدها And I'm Maria Martinez. الأخيرة تعرف بنفسها تقول I'm Maria Martinez. I am in the human resources. وهي من ضمن الكلمات الجديدة اليوم. أنا في الموارد البشرية. Department. أنا في قسم الموارد البشرية. And I organize in-house training. أنا أنظم اللي هو التدريب الداخلي. In-house يعني مقصود house اللي هو company. يسوون تدريبات في مقر الشركة. Today's training course اللي هو برنامج التدريب اليوم is called time management، يسمى إدارة الوقت، يسمى إدارة الوقت. أوكي طيب، هذا هي المحادثة، زي ما قلنا محادثة قصيرة، محادثة قصيرة. طيب الآن page 12، page 12 which is very important، اللي اقول لك مهم ركز عليه معناها. طيب هنا الان هو تطبيق على الكلمات اللي اخذناها قبل قليل. اوكي الان في اعلى الصفحه، في اعلى الصفحه عندنا jobs، وظائف. اوكي عندنا jobs او وظائف، راح اقرا لكم واترجم لكم كل وظيفه، وانت ضع لها رقم، حط له رقم من 1 إلى 6، عشان بعدين راح نربط ما بين الوظيفه والقسم. اوكي يعني اول وظيفه sales representative، sales representative اكتب جنبها number 1 ومعناها مندوب مبيعات، اكتب جنبها number 1 ومعناها مندوب مبيعات. Sales Representative مندوب مبيعات، صفحة 12 الآن، page 12 في أعلى الصفحة. تحتها مباشرة IT Consultant، أوكي مستشار تقنية المعلومات، اكتب جنبها number 2 مستشار تقنية المعلومات IT Consultant. طيب اللي في النص الآن Marketing Manager مدير التسويق، اكتب جنبها 3 رقم 3 علشان بعدين لما تجاوبون تعطوني الرقم فقط أسرع لكم في الإجابة. Marketing Manager مدير التسويق. اللي بعدها Personal Assistant اللي هو السكرتير الشخصي، معاون الشخصي أو السكرتير الشخصي، اكتب جنبها number 4 السكرتير الشخصي personal assistant. المجموعة الأخيرة accountant محاسب، اكتب جنبها 5 محاسب 5. آخر شيء help desk advisor اللي هو المرشد المساعد، المساعد وهو يستخدم في مساعدة العملاء يعني. طيب الآن رقمناهم، نيجي الآن نبغى نربط، نضع كل وظيفة في القسم الصحيح. في نفس الصورة عندك موجود 6 أقسام، راح ناخذ القسم الأول ومطلوب منك تكتب لي رقم الوظيفة، أي وظيفة يعمل في هذا القسم، بعدين راح تسأل عنها. حتى من الأشياء اللي هذه من الأشياء اللي ممكن يسأل عنها في الاختبار بشكل وارد جدا. طيب القسم الأول human resources الموارد البشرية. What do you think who works in human resources؟ number 4 اللي هو personal assistant. Yes correct. نعم.
إذا اكتب جنبها personal assistant أو إذا كنت رقمت الكلمات اكتب جنبها for. طيب very good. اللي بعده customer services خدمات العملاء. أوكي في ناس يقولون 2 اللي هو IT consultant، في ناس يقولون 6 اللي هو help desk advisor. What do you think? Help desk. دائما اللي هو help desk advisor اللي هو دائما يكون قسم الاستعلامات. لما تيجي مثلا في أي شركة في قسم استعلامات يكون موظف يقول لك والله تروح مكان ثاني تسوي شيء كذا، هذا help desk advisor. نعم إذا هو في number في الثاني customer service اكتب فيها 6 help desk advisor. القسم اللي بعده finance القسم المالي. القسم المالي نعم accountant صحيح number 5 المحاسب. المحاسب هو الذي يعمل في المالية القسم المالي. طيب المجموعة الثانية sales المبيعات. sales المبيعات في ناس يقولون 1 في ناس يقولون 3. اوكي غالبا number 1 دائما اذا صار عندك يعني محتار اي اجابة اتركها وانتقل اللي بعدها حتى يتضح لك الاختيارات. لكن هي على كل حال نعم sales representative مندوب مبيعات. مندوب مبيعات يعمل في قسم مبيعات. اذا number 1 sales اكتب جنبها number 1 اللي هو sales representative. marketing الان حدد لك التسويق خلاص التسويق اذا معروف من الإجابة هو marketing manager هو 3 مدير التسويق. مدير التسويق اكيد يعمل في قسم التسويق. finally technical support الدعم الفني. من اللي يعمل في الدعم الفني؟ اقول له مستشار الدعم الفني اكيد. اذا number 2 number 2 اوكي. طيب الان ننتقل بعدها في نفس الصفحة في نفس الصفحة قسم الليسننج. قسم الليسننج اللي عندك الان فيها 1 و 2 اباك تشوف number 2 أبغاك تشوف number 2. number 2 في 3 أعمدة ما بعد غيرنا الشرائح الآن كنا نتكلم من الكتاب نشرح من الكتاب يا شباب أنا ما أشرح من السبورة. السبورة الآن فقط فيها رقم الصفحة فقط أنا في الكتاب page 12. طيب page 12 الآن في number 2 عندك 3 أعمدة. العمود الأول مو مهم عندنا العمود الثاني والثالث مرة ثانية بنفس الطريقة نبي نربط ما بين القسم والعمل. قبل شوي ربطنا ما بين الوظيفة وما بين القسم يعني الوظيفة الفلانية يعمل في القسم الفلاني. الآن نبي نربط ما بين القسم والمهمة اللي يقوم بها القسم. أوكي أمامكم الآن في المنتصف أربعة أقسام أيضا رقموها من 1 إلى 4. القسم الأول Customer Service. Customer Service خدمة العملاء أكتب جنبها 1. بعدين number 2 Sales المبيعات أكتب جنبها 2. بعدين Human Resources الموارد البشرية. بعدين IT تقنية المعلومات. هذه أربعة أقسام. الآن نبغى نستعرض الوظائف اللي على اليمين أو المهام اللي على اليمين ونبغى تربط كل مهمة بالقسم. خلونا نبدأ بأول مهمة organizes training courses. organize أخذناها قبل شيء ينظم. ينظم برامج تدريبية. أي قسم هذا 1 2 or 3 طبعا 3 قسم الموارد البشرية هو الذي ينظم البرامج التدريبية. very good. اللي بعدها deals with customer problems يتعامل مع مشاكل العملاء. أي قسم هذا؟ number 1 خدمة العملاء. خدمة العملاء هو الذي يتعامل مع مشاكل العملاء. طيب المهمة اللي بعدها manages the company website يدير موقع الشركة الموقع الإلكتروني. من اللي يديره؟ أي قسم؟ قسم الـ IT قسم تقنية المعلومات correct.
آخر شيء checks customer orders يعني يتأكد من أو يفحص طلبات العملاء منه طبعا قسم المبيعات اللي هو number 2. Okay, very good. إذا مرة ثانية الخطوة الأولى ربطنا ما بين الوظيفة والقسم. الآن ربطنا ما بين القسم والمهمة. طيب تحتها مباشرة أيضا مكتوب قسم writing بنفس الفكرة راح نربط ما بين الوظيفة أيضا وما يقوم به بين كل شخص وما يقوم به من أعمال. كيف؟ أمامكم الآن A و B و C. A يقول I am a website manager. أنا مدير الموقع الإلكتروني. يعني في شركة من الشركات شخص معين هو مسؤول عن الموقع الإلكتروني. الشخص هذا راح يرتبط به ثنتين من الوظائف اللي على اليمين. بس خلونا شوي لا تستعجلون في كتابة الحل حتى أقول لكم كيف طريقة الحل. هذا واحد، هذا A. طيب B I am a sales representative. أنا مندوب مبيعات. ما بعد تكلمنا، لا أحد يجاوب يا شباب، ما بعد تلخبطون الآن، لا أحد يجاوب. I am a sales representative. أنا مندوب مبيعات. طيب C يقول I am a personal assistant. أنا سكرتير الشخصي. هذول ثلاثة أشخاص كل واحد راح يؤدي عملين من الأعمال الستة اللي على اليمين. أوكي؟ طيب راح نبدأ كل عمل، أقرأ لكم العمل وأنتم تعطوني تقولوا لي يا A يا B يا C. اللي قاعد يكتب لي أرقام الآن يعني كلامه غير صحيح، فركزوا معي لا تستعجلوا وتكتب لي أشياء وحنا نجاوب في شيء مختلف. الآن الوظيفة الأولى من هو اللي open the mail؟ mail ليس email، اللي يفتح البريد، اللي تجي رسائل البريد. اكتب لي يا A يا B يا C. أي واحد؟ A؟ لا، هذا مسؤول عن الموقع. نتكلم فرق بين الميل والإيميل. ميل اللي هو البريد الرسائل اللي تجي في المظاريف، غير إيميل. إيميل بريد إلكتروني. إذا الإجابة هي C. نعم، من اللي يفتح البريد؟ هو السكرتير الشخصي. لما تجي الرسائل أول قبل ما تدخل على المدير، السكرتير يأخذها ويوزعها ويشوف وش المهم وش غير المهم. إذا أول واحدة اكتب جنبها C. طيب اللي بعدها Design Web Pages. من هو؟ من اللي يصمم مواقع إلكترونية، صفحات إلكترونية؟ It's A. نعم، اللي هو Site Manager، Website Manager، مدير موقع إلكتروني هو اللي يصمم الصفحات. إذن الثانية A. اللي بعدها Demonstrate New Products. Demonstrate معناها يعرض منتجات جديدة. من اللي يعرض المنتجات؟ هو B، مندوب المبيعات. Yes, very good. مندوب المبيعات هو الذي يعرض المنتجات الجديدة للناس. هذا نوع من الأعمال. أحيانا بعضهم مندوب شركات يروح البيوت، يروح شركات ويروح أفراد، يروح أسواق ويعرض المنتجات الجديدة للعملاء. طيب اللي بعدها Manage the company website. يدير الموقع الإلكتروني للشركة. من هو؟ Of course it's A. واضحة جدا، A اللي هو مدير الموقع الإلكتروني. طيب اللي بعدها Plan my boss's schedule، اللي هو يخطط جدول مواعيد المدير. من هو اللي يخطط جدول مواعيد المدير؟ هو السكرتير. Yes it is C. It is C. Finally آخر شيء Visit customers، يزور العملاء. من اللي يزور العملاء عشان يعرض عليهم منتجات الجديدة؟ هو B، sales representative. هو sales representative، correct. Okay. طيب ممتاز، يعني معلوماتكم جيدة. الآن الصفحة هذه مهمة،
واضح انها مهمه حتى لو ما قلت لكم انها مهمه، لانها تتكلم عن الوظائف والاقسام والاعمال. هذه من اهم الصفحات في الوحده هذه. اوكي طيب، الان ننتقل على حسب السبورة امامكم conversation page 110، ننتقل بعدها للمحادثه التاليه اللي هي conversation model 204، المحادثة 204. عندنا جزئين، محادثتين بنفس الرقم هذا في صفحة 110. الآن ركزوا معي فيها، خلونا نقرأ لكم المحادثة، وهي بالمناسبة آخر محادثتين في الوحدة هذه. الوحدة هذه ما فيها محادثات كثيرة، هي آخر محادثتين. So please follow up. أرجو أنكم تتابعوا معي حتى نستطيع أن نقرأ ونشرح معاني الكلمات. طيب first خلونا مع بعض الآن. 2A excuse me، من فضلك where is the conference room، وين غرفة اللي فيها المؤتمر. conference من الكلمات الجديدة اللي أخذناها، ولذلك دائما نقول نقرأ المحادثات حتى نعرف كيف تستخدم الكلمات اللي نوهنا على أهميتها. طيب conference معناها مؤتمر. it's room 13. قال 13، يسأل يقول هل هو 13؟ yes it's just over there، إنها هناك. هذه يعني مواقف محتملة لما تيجي تسأل عن أشياء معينة، عشان كذا الكتاب يستعرضها لك. طيب اللي بعدها I'm here for the sales meeting، والأنا جاي علشان اجتماع المبيعات. Is the training room، هل غرفة اللي فيها التدريب along here، هل هي موجودة هنا؟ قال yes it's room 70، هي مكتب وغرفة رقم 70. I think they are just starting now، ونعتقد أنهم يبدأون الآن. Room 70 thanks، شكرا لك. اللي بعدها 2C can you help me، ممكن تساعدني. I'm looking for the IT department، أنا أبحث عن قسم تقنية المعلومات. قال sure بالتأكيد. Room 14 اللي هو مكتب رقم 14 أو غرفة رقم 14 نفس الشيء. قال room 40، وهذه من الأشياء اللي كثير من الناس يخلط بين 14 و 40 13 و 30 15 و 50. فقال له room 40، قال no 14 1 4. لما تجي تعطي رقم مثل هذا وحتى تضمن أن الشخص هذا ما يلخبط يخطئ في السماع، تقول له 14، تقول له 14 1 4، فتقول له كيف تكتب 1 4 يعني 14، لو كان 40 تقول له 14 40 40، عشان تأكد انه يعني يعرف الرقم ولا يلخبط فيها. طب اللي بعدها is the human resources department، هل قسم الموارد البشرية. راح بدأنا نستخدم الكلمات الجديدة بشكل مكثف الآن. Is the human resources department، هل قسم الموارد البشرية still in room 20، باقي في غرفة رقم 20. قال no they moved، انتقلوا. They moved. They are in room 18 now، الآن أصبحوا في مكتب رقم 18. It's next door، المكتب اللي جنبنا next door. Next اللي بعدها excuse me is the sales department، هل قسم المبيعات room 15 or 50، هل قسم المبيعات مكتب رقم 15 ولا 50. نفس الشيء اللي قبل شوي قلنا دائما يلخبطون 15 50 room 50 room 50، اكد له قال انها مكتب رقم 50. اللي بعدها Where will I find the sales team, please؟ أين يمكن أن أجد فريق المبيعات؟
مجموعة الموظفين اللي يعملون في قسم المبيعات سماهم sales team فريق المبيعات. They are in room 90 just along the way. يعني فيهم في مكتب رقم 90. طيب next آخر محادثة the last conversation آخر محادثة model 2.4 يقول the bus leaves in 12 minutes. والباص الحافلة ستغادر خلال 20 دقيقة. عفوا 12 دقيقة 12 minutes not 20 12 minutes. All passengers to gate 16. Okay. كل المسافرون عليهم يتجهوا إلى بوابة 16. Where the flight is now boarding. Okay. طب وش دخل الباص في الحافلة؟ زي ما هو موجود في مطار جدة مثلا مطار الملك عبد العزيز. تنتقل ثم تركب الباص والباص يوديك للطائرة. هذا هو المقصود به. طيب اللي بعدها سي can you give him the message. بقول ممكن تعطيه الرسالة and say وتقول له I'll call again سوف أتصل مرة أخرى in about 15 minutes thanks. ممكن تعطيه رسالة تقول له أني راح أتصل مرة ثانية بعد 15 دقيقة. دي let's take a 20 minute break. خلونا ناخذ كذا استراحة مدتها 20 دقيقة 20 minutes break and then meet back here ونتقابل هنا مرة ثانية. Good work everyone. عمل جيد جميعا. E my name is John Nakamura. اسمي John Nakamura. I've been working كنت يعني أعمل in the shipping department. مرت علينا كلمة ship اللي هو شحن. كنت أعمل في قسم الشحن for 23 years now. أنا لي 23 سنة وأنا أعمل في قسم الشحن. Last line آخر سطر the Shinkansen to Hakata leaves from track 19. هذا عادة يكون موجود في القطارات track المسار. يقول لك the Shinkansen هذا اسم القطار والقطار الشينكانسن المتجه إلى هاكاتا سوف يغادر على المسار 19. اللي منكم مسافر عن طريق القطار يعرف أنها دائما تكون على شكل تراكس مسارات على شكل مسارات. أوكي طيب كذا انتهينا من الوحدة. اللي بعدها الآن اللي بعدها خلصنا حنا الآن من صفحة 12. طب صفحة 13 محذوفة صفحة 13 محذوفة. الآن راح ناخذ صفحة 14 بنفس الطريقة زي ما أخذنا مرة مثال على يعني شخصية من الشخصيات. حنا الآن أيضا راح ناخذ مثال هنا بس بعدكم في الصفحة علشان نشرحها مع بعض. طيب الآن book page 14 صفحة 14. صفحة 14 أمامكم الآن في أول الصفحة محذوف listening محذوف. خلونا نركز على اللي في المنتصف فقط. أمامكم الآن أيضا أربع شخصيات. كل شخصية تحتها four pieces of information أربع معلومات أربع جوانب من المعلومات. الجزء الأول company الشركة. نبغى نتعلم الآن كيف تسأل عن شخص فيعمل في أي شركة وكيف تجيب على السؤال. اوكي اللي بعدها سيتي مدينه. كيف تسال الشخص تسال عن شخص في اي مدينه يعيش وكيف ايضا تجيب على السؤال. ثم ديبارتمنت قسم. كيف تسال عن اي شخص يعمل في اي قسم وكيف تجيب.
ثم رول. رول هنا المقصود به يعني دوره في الشريك في القسم. يعني واحد يعمل في قسم معين عرفت انه في القسم الفلاني. هنا رول وش دوره في القسم بالضبط. اوكي، انا اخترت لكم الان على السبورة، امامكم على السبورة اخترت لكم شخصية مايك جرين. شخصية مايك جرين. اوكي، راح ناخذ اسئلة على المعلومات هذه عن مايك جرين. نفس الأسئلة هذه تستطيع أن تطبقها على الشخصيات الثلاثة المتبقية. أوكي، فنكتفي بشخصية واحدة والباقي تطبقها بنفس الطريقة نصا وحرفا. طيب خلونا نبدأ الآن بكمباني. نبغى نعرف الآن مايك جرين وين يعمل، في أي شركة. لاحظ السؤال أمامكم على الصبورة، نقول What company does Mike Green work for؟ كل هذا ترى تطبيق عملي على الكلام اللي أخذناه وكررناه كثيرا في اللقاء اليوم. What company does Mike Green work for؟ نجيب نقول He works for HSBC. هناك أيضا طريقة أخرى من الأسئلة، نقدر نقول Who is Mike Green with؟ مايك جرين مع أي شركة، مع أي جهة، فنقول he is with HSBC. إذن السؤالين هذه يتعلقان بكيف تسأل عن اسم الشركة التي يعمل فيها أي شخص. طيب اللي بعدها الآن سيتي، يبي نعرف وش اللي يتعلق بالسيتي، اللي هو وين يعيش. لاحظ السؤال نقول where does he live، أين يعيش. طب غالبا لما تقول وأين يعيش الشخص ما تقول مثلا I live in Saudi Arabia، لا غالبا ما يذكر اسم البلد. لما تقول شخص أين يعيش فلان حدد أقل شيء المدينة. أوكي، طيب كيف نسأل نقول Where does he live؟ He lives in London. حسب البطاقة التعريفية بالشخص هذا He lives in London. طيب عرفنا أنه في الـ HSBC وعرفنا أنه في لندن. طيب department أبغى أعرف في أي قسم. Where does he work؟ Where عرفت أنه في HSBC. طبعا السؤال هذا بناء على أني عرفت مسبقا أنه في HSBC، أبغى أعرف الآن وينه بالضبط. Where does he work؟ أين يعمل؟ فحسب البطاقة التعريفية He works in Human Resources Department. هو يعمل في قسم الموارد البشرية. هو يعمل في قسم الموارد البشرية. بعد آخر شيء رول، وش دوره؟ What does he do؟ أنا عرفت أن في الآن في قسم الموارد البشرية في شركة في HSBC وهي بنك، وعرفنا أن في لندن. أبغى أعرف بالضبط وش عمله في قسم الموارد البشرية. نقول What does he do؟ ماذا يعمل؟ He develops training programs. هو يطور برامج التدريب. He develops training programs. هو يطور برامج التدريب. Okay. طيب. الآن يعني باقي عندنا موضوع قواعد اللي هو استخدام is و am و are. Okay. is و am و are. فنأخذ الموضوع هذا كآخر فقرة من الفقرات اللقاء اليوم. أوكي، خلونا نفتح صفحة جديدة، وهي يعني موضوع غاية في السهولة جدا. أوكي، هنا الآن استخدام is و am و are. اوكي، ابغاك تعرف نقطتين. هذه بالمناسبة هذه تسمى verbs to be، افعال الكينونة، متى استخدمها وما هي الماضي من كل واحد. طيب الان اول شيء is الماضي منها was. الماضي من is هو was. متى استخدم is او was؟ اذا كان الفاعل he أو she أو it.
okay, he أو she أو it أو أي اسم مفرد. يعني لما أقول لك سعود، سعود يعتبر he، إذن أستخدم مع is أو was. لو قلت the book، the book it. am، am في المضارع، الماضي منها was، was. متى أستخدمها؟ مع I، مع الفاعل I. طيب اللي بعدها are، الماضي منها where، متى أستخدمها؟ إذا كان الفاعل we أو you أو they. طيب خلنا أكتب لكم مثال، نكتب لكم مثال الآن. نقول مثلا سعود فراغ at home last night. وأعطيك الاختيارات، أقول لك is، was، are، where. What's the correct answer؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ What do you think؟ Is. طيب في إجابة أخرى، was. Was. اثنين is واثنين was. ثلاثة was. أربعة was. طيب اللي قال is why؟ ليش قلت is؟ Why is it is؟ ليش is؟ أوكي في أكثر من واحد الآن، يبدو الاتجاه الآن الإجابة أنها was لأنها مفرد. طيب is مع المفرد وwas أيضا مع المفرد. Is وwas كلها مع المفرد لأن في الماضي. أوكي excellent. طيب هنا يعني أبغاكم تركزون دائما، طريقة الإجابة تسهل لك الوصول للحل الصحيح. أوكي أول شيء عندنا سعود، سعود عرفنا أنه مفرد. وش الضمير اللي يجي مكان سعود؟ ما هو الضمير الذي يأتي مكان سعود؟ ما هو الضمير؟ هي. ممتاز، إذن عرفنا أنه هي. الآن انظر للقاعدة اللي أمامك، هي، هي أستخدم معها إما is وإما was. عندي هي الآن، هل يمكن أن نقول am؟ لا. هل ممكن نقول are أو where؟ لا. إذن أول نقطة وهذه مهمة، انتبهوا ركزوا في الكلام هذا، لما تعرف إن سعود مفرد في إجابتين راح تستبعدها مباشرة. وش الإجابتين اللي يستبعدان مباشرة؟ ما هي الإجابات التي تستبعد مباشرة من الاختيارات اللي هي ثلاثة وأربعة؟ Very good. أستبعد مباشرة ثلاثة وأربعة، أصبح عندي الاختيارات الآن اثنين، أصبح فرصة الوصول للإجابة الصحيحة أكبر. طيب باقي is و was، لازم تسأل نفسك what is the difference، وش الفرق بين is و was؟ كلاهما للمفرد لكن في فرق مهم بين is و was. What's the difference؟ ما هو الفرق؟ ما هو الفرق بين is و was؟ وش الفرق بين is و was؟ Can anyone answer؟ Is للمضارع، أما was فهو للماضي. Very good. طب الآن في الجملة هذه هل في شيء يدل على الماضي أو المضارع؟ وما هو؟ في شيء يدل على الماضي أو المضارع وما هو؟ Last. Excellent. إيش معنى last؟ الماضي. Last night، الليلة الماضية. إذا هذا ماضي. أوكي هذا ماضي، إذا مباشرة أختار الإجابة was. مباشرة أختار الإجابة was. أوكي now we've finished the lesson today، انتهينا من درس اليوم. We still have one minute if you have any questions. باقي دقيقة واحدة إذا كان عندكم أسئلة أو استفسارات. Do you have any questions؟ Any questions? No questions?
أوكي. الاختبار 40 فقرة. الاختبار 40 فقرة وراح يعني مشابهة للتمارين المراجعة في نهاية كل وحدة، وأيضا بعد ما ننتهي إن شاء الله في آخر أسبوع اللي هو طبعا ما عندنا الأسبوعين أصلا، في آخر يوم راح أضع لكم أيضا أسئلة اختبار مراجعة ونراجع مع بعض. أوكي، طبعا بعضكم ربما عنده محاضرة الآن، فلا ليست كلها قواعد، ليست كلها قواعد. طيب نلتقيكم على خير غدا إن شاء الله في اللقاءين الخامس والسادس في أمان الله.